طبعا يعني انا سجلت نص الفيديو وبعدين اكتشفت انه انا ما دوست اصلا تسجيل في البدايه، فانا هذا الفيديو من البدايه. طيب على العموم، الفيديو هو عباره عن شنو؟ الفيديو عباره عن مراجعه لكتاب، وكتاب بالنسبه لي مهم شديد، اسمه How to Start a Civil War and How to Stop It، كاتبه واحد اسمه باربرا، امريكيه طبعا. كتاب مهم لانه بيتكلم عن موضوع الناس ما بتتكلم عنه كثير، اللي هو الحروب الاهليه. دي الحاجة الأولى. والحاجة الثانية مهم بالنسبة لي شخصيا، لأنه مع بداية المشاكل اللي حصلت في السودان والحرب اللي حصلت في السودان، كان الناس بيتكلموا عنه هل الحرب دي ممكن تكون حرب أهلية. أنا واحد من الناس اللي ما كان عندي مشكلة، إنه مش ما كان عندي مشكلة معلش للحاجة دي، لكن الحرب بين الدعم السريع وبين الجيش حاجة، والحرب الأهلية حاجة مختلفة تماما. يعني إذا قامت حرب أهلية في السودان دي حاجة سيئة خالص خالص. فعشان كده يعني واحد من الناس اللي كنت مهتم شيء، إنه عارف إنه كيف الحرب الأهلية أصلا هي بتبدأ. فالكتاب ده كان إجابة، وأنا بزهق كنت ماشي في المكتبة ولقيته، ومجرد ما لقيته عرفت إنه الكتاب أنا حقراه طوالي. فقريت الكتاب للأسف الشديد، يعني تقريبا الكلام ده قبل شهر، كان المفروض أكتب المراجعة عنه لكن ما كتبتها أو ما سجلتها. لكن يعني كده الزور رجع تاني للكتاب وقرأ وعرف كم حاجة يعني في البداية، وكل الكلام ده اتكتبته هنا. ف يعني النوتس دي إن شاء الله تساعدنا. والكتاب هو ده، How to start a civil war and how to stop it. خلينا أول حاجة نبدأ من أصلا فكرة الكتاب جات شنو. فكرة الكتاب جات من إنه الحكومة الأمريكية أدت الـ CIA اللي هو Central Intelligence Agency أو وكالة الاستخبارات المركزية اختبار أو تاسك، قالت له إنه هل ممكن تعرفوا لنا ميتين الحرب، أو يعني تقدر تتوقعوا لنا ميتين الحرب الأهلية ممكن تبدأ في دولة؟ ده سؤال. السؤال ده أو الإجابة على السؤال اللي مهم شديد لدولة عظمى زي أمريكا لسببين. السبب الأول إنه إذا الدولة دي مهمة بالنسبة لهم، ممكن هم يتدخلوا عشان يوقفوا الحرب الأهلية اللي ممكن تحصل دي إذا قدروا يتنبؤوا بها. الحاجة الثانية، إذا ما هم قدروا يتنبؤوا بالحاجة دي، ممكن يعني يقدروا يسيروا مصالحهم بطريقة تانية. خليني أديك مثال. خلينا نفترض إنه أمريكا بتجيب الخضار بتاعها كله، كل الخضروات حقتها تيجي من دولة اسمها غانا في أفريقيا، تمام؟ وعرفوا انه بعد سنه من الليله غانا هتبدا فيها حرب اهليه، فامريكا ممكن توقف الحرب الاهليه اللي هتحصل في غانا. اذا ما قدرت تعمل الحاجه دي، فهتقوم تعمل شنو؟ تشوف مكان تاني من الخضار، على اساس انه حتى لو قامت الحرب الاهليه دي وقضى على الاخضر واليابس لا قدر الله، هما في النهايه مصالحهم الخضاريه بتكون متواصله. فدي الفكره، دي الفكره الاساسيه. وفعلا طلعوا بفايندينج كثيره شركه ابوها في تقرير، وبابرا دي لمست التقرير ده وزاد عليه حبتين وطلعت لنا بالكتاب ده. فيه امثله كميه من امثله، كميه من التواريخ، كميه من الحاجات. لكن يعني كم نقطه مهمه شيء. النقطه الاولى وتقريبا حتكون النقطه الاخيره برضو، انه الحرب الاهليه بالرغم من انه ان احنا كلنا كل مره بنشوفها، سواء كان الحرب اللي حصلت في الدول العربيه او في دول اوروبيه برضو حصلت فيها حرب اهليه، هنجي بعد شويه امريكا ذات حصلت فيها حرب اهليه. ف بالرغم من انه نسمع عن الحاجه كثير، لكن هي ما دائما حاجه بتحصل، يعني ما حاجه متوقع. يعني تقريبا نسبة 5% إذا أنا متذكر صح من كل التوقعات اللي إنه الحرب الأهلية تقوم هي actually بتقوم. الكتاب بيتكلم عن 5 عوامل، ده خلينا نخش بعد في الجد. الكتاب بيتكلم عن 5 عوامل، الخمس العوامل دي هي اللي بتأثر في إنه actually الحرب الأهلية تقوم. فخلينا نبدأ من في واحد فيها مهم شديد، هنخليه لآخر حاجة. خلينا نبدأ من أول واحد. أول سبب يخلي الحرب الأهلية تقوم اللي هو الانقسامات الأهلية أو العرقية أو الدينية، ودائما بتكون انقسامات بين طرفين كبار، اللي هو بكون حاجة عندها الماجوريتي أو بيكونوا هم أكتر، وفي ناس تانية بيكونوا الماينوريتي اللي هم الأقل، لكن في النهاية هم بيكونوا حاجتين كبار. يعني ما بكون الحرب الأهلية ما بتقوم بين كمية من الناس، ممكن تحصل لكن ما دائما. عندنا طيارة جاية طبعا يا أخوانا، خلي الطيارة دي تروح. أول مثال على الحاجة دي كانوا دولة يوغوسلافيا، اللي هو نطقها صعب شديد، كانت في أوروبا وكانت جزء من الاتحاد السوفيتي. بعد ما انفصلت بقت يوغوسلافيا كان فيها اثنين، كان عندهم الصرب والكروات. الصرب ديل كانوا مغندلين والكروات ديل كانوا شغالين، فالكروات بقوا حاسين ان الصرب هم شايلين اي حاجه. دي هي الثوره بتاعت الفقراء على الاغنياء. فدي واحده من الامثله، وانتهت بنهايه دمويه جدا. هي انفصلت بلد حسين عندنا صربيا وعندنا كرواتيا، دولتين مختلفتين عن بعض تماما. كذلك عندنا المثال الاشهر تماما اللي هو رواندا والحرب الاهليه الروانديه، كانت بين التوتسي والهوتو. الهوتو كانوا عباره عن مزارعين، تاني معظمهم كانوا فقراء ولكن كانوا كتار. اما بالنسبه للتوتسي فدي كانوا الناس اللي بيشتغلوا على الابقار والجمال والماشيه والحياه. الجمال ما عندهم جمال معلش، الماشي عموما، فبالتالي كانوا هم اقل او اغنى من الهوتو.
فبسبب الحاجة دي خلت إنه في انقسام بين الاثنين. بالمناسبة بلجيكا برضه دخلت الحاجة دي، فلأنه قبل الاحتلال البلجيكي هم الاثنين كانوا قبيلتين وخلاص يعني اتمزجوا مع بعض. فجت بلجيكا فرقت أسود اتعلمتها من بريطانيا، قالت إنه خلاص إحنا هنقسم الاثنين وهنديهم حتى بطاقات. فبالتالي بعد ذاك بدأ يعني نفس الحاجة اللي حصلت في السودان من الشمال والجنوب، أو نفس الحاجة اللي حصلت بعد ذاك وين يا أحمد؟ حصلت في كمية من الدول، تمام؟ إنه بيحصل انقسام بيز على إنه ناس أفضل من ناس، وبيجوا ناس يعني مهمين شديد اللي هو بيسموه الإثنيك انتربرنورز أو رواد الأعمال الإثنيين. فديل الناس الهدف بتاعهم إنه يشيلوا ال 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 الحقد والغل اللي قاعد عند الناس ديل، ويقعدوا يعني كده يزيدوا فيه لحد ما يوصلوا للحرب، حرب أهلية. فده السبب نمرة واحد. السبب نمرة اثنين اللي هو فقدان المكانة، او ناس بتكون عندهم ستيتس او مكانه معينه وحاسين انه هو ماشيين يفقدوا المكانه دي. طياره ثانيه جت. اكبر مثال على الحاجه دي اللي هو النزاع اللي كان حاصل بين الاسامه والبنغالا في شمال الهند. الاسامه كانوا عايشين في، وهم هندو برضو يعني، هم هندوس اللي هو دي ديانه بتاعتهم، والبنغالا البنغالا اللي هو كانوا المسلمين. فالاسامه كانوا عايشين في الارض بتاعتهم، ارضهم كبيره خصبه، فهم ما كانوا في الحقيقة بيحرسوها كلها. فجو البنغالة بدوا يشتغلوا فيها. البنغالة كان برضو كان عندهم خبرات أكتر، فبالتالي بدوا يطلعوا محاصيل أكتر، فبالتالي بدوا يجيبوا قروش أكتر. وهنا حسوا الأسامي إنه كيف ناس يجي من برا يستفيدوا من الأرض حقتنا نحن، اللي هو حقتنا نحن، أرضنا دي أرضنا نحن، ويطلعوا منها قروش، في النهاية هم يغنوا ونحن لسه فقراء. ودي مشكلة الأوروبيين حسي برضو، أو مشكلة ناس كتير شديد منهم أمريكا اللي هو دونالد ترامب الحسي عامل المشكلة دي كلها، إنه المكسيك وغيرهم من الناس بيجوا أمريكا بياخدوا القروش وبيرجعوا تاني، وهو لاعب على الوتر دي إنه كيف ناس هم ما أمريكيين ويجوا ياخدوا قروش أكتر من الأمريكان، وبيلعب هنا على الحب بتاع الوطنية. فالأسامة كانوا قاعدين في الأرض بتاعنا جل بنغلاء البنغال اللي هم المسلمين، وبعد ذاك بدأ التحريض من الأسامة على البنغالة، لدرجة إنه بدأت الحرب الأهلية وبدأوا يقتلوا فيهم، وصلت الأوج بتاعها في سنة 1983. 1983 كان أوج الصراع بين الأسامة والبنغالة، وانتهت بإنه حصل انفصال اللي هو بقيت فيه بنغلاديش اللي هو دولة، وبقيت فيه الهند اللي هو الأسامة بقوا جزء منها. عندنا نقطة ثانية اللي هو المشكلة الاقتصادية، اللي هو ناس بيحسوا روحهم إنهم هم بعيدين عن الاقتصاد او بعيدين عن القروش عموما، تمام؟ ففي ناس مقربين هم اللي عندهم القروش، واثنين ثانيه ما عندهم القروش. هذه حصلت لنا برضه في السودان، وحصلت برضه في سوريا. يعني سوريا حصل فيها قحط في الاطراف يعني هم مسلمين اللي هو معظم الناس، انا بقول فقراء، لكن الطبقه الدنيا هم من المسلمين السنيين، وبعد ذلك عندك الطبقه الحاكمه من السنيين الشيعة. هذا عشان انه المسلمين السنيين هاجروا من الأرض بتاعتهم للعاصمة دمشق، والعاصمة كانت فيها شيعة، وبالتالي مع مرور الزمن حسوا إنهم هم معظم القروش ومعظم القرارات الحكومية بياخدوها الشيعة ما السنيين. فده أدى لأنه بعد ذاك الحرب الأهلية، دائما يقعدوا في الحرب العالمية ما يعرف شنو، لكن ده أدى لأنه بعد ذاك الحرب الأهلية لما قامت في سوريا كانت معظمة سنة الشيعة، لأنه كان في المشكلة الاقتصادية الحاصلة. السبب الثالث اللي هو انعدام الأمل، لأن خلاص الناس تكون فاض بها، غالبني كتير عليه، والحاجة دي تتوقعوها يعني في ناس، وحاجة كانت قريبة اللي هو كانت بين البريطانيين وبين الإيرلنديين، ووصل أوج بتاعها في 30 يناير اللي هو كان يوم أحد، 30 يناير 1972، تمام؟ اللي هو سموهم الحد الدموي، لانه كانت البريطانيين قتلوا كميه من الايرلنديين. المهم النقطه بين، اول حاجه خلينا نشرح الفرق بين بريطانيا وايرلندا شنو، تمام؟ فنحن عندنا انجلترا اللي هو عباره عن دوله قاعده جوا بريطانيا، بريطانيا دي عباره عن جزيره. بريطانيا فيها ثلاثه دول، تمام؟ اللي هو فيها انجلترا، فيها ويلز، وفيها اسكتلندا، دي قاعده كده مع بعض. في بعد ذاك جزيره جنبها طوالي اسمها ايرلندا. ايرلندا دي فيها حاجه اسمها ايرلندا الشماليه، وايرلندا الشماليه مع بريطانيا دي كلهم بيكونوا حاجه اسمها المملكه المتحده او UK. وبعد ذلك تاني في ايرلندا، ماشي، ما ايرلندا، ايرلندا ساكت، دي عباره عن دوله براهم. المهم موضوع معقد حبتين. هاي الحصاد كالآتي، تمام؟ شمال ايرلندا كانت جزء من المملكه المتحده، والمملكه المتحده العاصمه بتاعتها لندن، فبالتالي معظم الحكومه قاعده في لندن. الايرلنديين بهناك الحكومه كانت بتشجع انه الاسكتلنديين يهاجروا من اسكتلندا يجوا لايرلندا. ليش؟ لانه الايرلنديين كانوا ضد
الحكومة. فبالتالي الحكومة كانت دايرة تبسط النفوذ بتاعها بإنه ناس معاها يمشوا لإيرلندا، ممتاز. فبدوا الاسكتلنديين يمشوا لإيرلندا، فمع مرور الزمن بدوا هم ذاتهم ياخذوا في الحظوات من الحكومه، فبالتالي هم كانوا الناس الاغنياء وكذا. الايرلنديين كانوا هم الناس المزارعين، هم الناس اللي بيرعوا، هم هم هم، بالتالي هم كانوا الناس المستهلكين دائما. فبيبقوا حاسين انه يا اخي، وفي نفس الوقت كان عندهم او مش كان مشكله، كان في فروقات دينيه، اللي هم الايرلنديين كانوا كاثوليك اللي هو دي المسيحيين برضه، والاسكتلنديين كانوا بروستنت، فدي كانوا اثنين مختلفين برضه في نفس الوقت. الحين حصلت كالاتي، حصلت في انه الايرلنديين مع مرور الزمن حسوا انه في اضطهاد ضدهم، بدأ يعمل مظاهرات ضد الحكومة، لحد المظاهرات دي وصلت أوجها. فالحكومة لما انتبهت للحاجة دي رسلت ضباط بريطانيين عشان يجوا لإيرلندا. فالإيرلنديين قالوا خلاص أوكي، الضباط جو من الحكومة اللي هم من العاصمة بتاعتنا، اقتنعوا مع بعض، فبالتالي هم حيقفوا في صفنا، يعني نحن مضطهدين. قوم يا الضباط اعملوا شنو؟ خشوا ضربوا نار الإيرلنديين كلهم. فكده خلاص، يعني آخر أمل كان بالنسبة للإيرلنديين إن الحكومة تحس بيهم ويساعدوهم. الوقت اللي انعدم فيه الامل خلاص، يعني علي ولا عدائي، فصل شنو ثاني بعد ده. فلما يحصل انعدام في الامل بتكون النسبه بتاعت انه تقوم حرب اهليه بين الناس اللي املوا من عدم ضد الناس اللي عدموا املهم كبيره شديد. السبب نمر 4، والسبب حديث شديد اللي هو بدا من 2011 2012، الا وهو السوشيال ميديا. اهم مثال عندنا في النقطه دي الصراع الحاصل في مينيمار اللي هو بورما زمانك، بين المسلمين اللي هو مسلمين روهينجيا والبوذيزم او البوذيين اللي كانوا عايشين هناك. البوذيين اللي هم كانوا بيشكلوا النسبة الاكبر من السكان، كانوا حاسين انه المسلمين اللي هم معتدين على الارض بتاعينهم، ناس جايين بيشيلوا الزراعة بتاعتهم، بيزرعوا في ارضهم، بيشيلوا خيراتهم وهكذا. فالسوشيال ميديا كانت هي اول اماكن المستخدمة عشان يحرضوا. كان ده 2012. النسبة بتاعت الانترنت زادت من 2010 كانت 1% بس في مينيمار او في بورما، زادت ل 22% 2012. فبدل انا كزول داير اجيج الصراع، بدل ما انا امشي السوق واتكلم، انا ممكن اكتب في الفيسبوك من ورا الشاشه بدون ما يكون علي اي خطر. وفي نفس الوقت فيسبوك كان عارفه بالحاجه دي، وحتى لو هي ما كانت عارفه في ناس كانوا بوروها، وهي ما عملت اي حاجه، لان الوقت ده فيسبوك كانت عباره عن منصه باديه ادوب 2012 الكلام ده. وهو بدوا يكتبوا اللي هو البوذيين كانوا بيتكلموا، وفي نفس الوقت الكلام بتاعهم كان موجه على المسلمين الموجودين في مينيمار او بورما، خلينا نقول بورما بعد ده. تاجي الصراع وصل لدرجة انه ناس كتار بيكون حاسين انه فعلا المسلمين اللي هم مغتصبين للارض حقتهم، وفعلا هم بيشيلوا الخيرات، وبعد ذلك بدوا القتال. يعني لدرجة انه في نهاية الحرب اللي هو كان على ما اعتقد 2018 700,000، تخيل معي من 2012 لحد 2018، دي كم سنة؟ ست سنين حرب، الحرب قايمة، وصل لانه 700,000 مسلم يا اما قتل ويا اما جرح ويا اما هاجر من البلد بتاعنا. وده برجعنا تاني للرواد الاعمال الاثنين او الاثنيك انتربرنور، دي ترجمه حرفيه طبعا. نيجي لاخر سبب واهم سبب، نص ديمقراطيه، او بيسموها الديمقراطيه المقيده او الاناكري، تمام. اللي هو الاناكري ده عباره عن شنو؟ عندنا الديمقراطيه اللي هو ديموكراسي، وعندهم الديكتاتوريه اللي هو اوتوكراسي، تمام. يعني انت بتكون ديكتاتوري ما في اي عنده اي حاجه بقولها، وعنده ديمقراطية انه اي زول ممكن يقول اي حاجة، اللي هو عنده الحرية في اي حاجة، في كده محلات النص كده. اذا اديت دولة مقياس بين 10 اللي هو ديمقراطية وسالب 10 اللي هو ديكتاتورية تامة، الدول اللي بتكون فيها حرب اهلية دايما هي الدول اللي قاعدة بين سالب 5 و5، معلش اللي هو قاعدة هنا في النص. فناس السياية اللي هو ده للناس اللي عملوا التقرير بتاعنا اللي هو بيز عليه جل تابنا ده، لقوا انه شنو؟ لقوا انه ده أكثر عامل بيأثر في إنه الدولة ممكن تصل لها حرب أهلية. أديكم مثال، العراق. العراق كانت عبارة عن ديكتاتورية صدام حسين، سواء كان ديكتاتورية كويسة أو كعبة، دي بعد بترجع للناس، كان عبارة عن ديكتاتور. تاني ما كان في حريات كبيرة شديد في العراق. بعد ذلك جاء أمريكا اللي هو بيزيكلي قالوا إنهم هم ديمقراطية، فبالتالي الكلام الكثير اللي عملوه ده. جاء بعد ذلك حكومة بعديها اللي هو كان نور المالكي. نور المالكي ما كان عنده سلطات ديكتاتوريه، يعني ما كان بيقدر خلاص يسكت الناس بيزيكلي، وفي نفس الوقت ما كان عنده ما قادر انه يدي الناس الحريات كامله، فكانت عباره عن ديمقراطيه مقيده. بعد ذاك عمل جمع السلاح اللي هو بدا في 2014، وعلى اثره قام داعش طوالي. مثال ثاني، الحرب انا ما اقدر اسمي الحصل في السودان حرب اهليه لحد اسي، لكن المشكله اللي حصلت في السودان برضو حصلت بعد ما انه كان في ديكتاتور اللي هو عمر البشير، بعدها جت الثوره، بعدها جه حمدوك.
حمدوك بالرغم من ان احنا كنا شايفين ان الوكيل بتاعه كان ديمقراطيه، لكن ما كان ديمقراطيه اذا كنا صريحين شديد، كان عباره عن ديمقراطيه مقيده. وقيس على ذلك، طيب سريعا خلينا نشوف الاسباب كلها. اول سبب عندنا اللي هو فقدان المكانه، لان الناس تحس انه مكانتهم حتتفقد، او يعني ماشيين يفقدوا مكانتهم، ودائما بيكون في ابناء الارض في الحاجه دي، ده بيؤدي لين تقوم حرب اهليه. اي ثانيه، انعدام الامل، امل خلاص تمام معك انتهى. الحاجه الثالثه، تفشي الانقسامات، المفروض تكون حاجه نمره واحد للناسبه، تفشي الانقسامات الاثنيه والعرقيه والدينيه، ودائما بتكون بين كتلتين في الدوله. الحاجه نمره اربعه، الحاجه المسرعه والعجله اللي بتسرع كامله اللي هي السوشيال ميديا. وعندنا اخر حاجه اللي هو الديمقراطيه المقيده او النصف ديمقراطيه. في ناس مهمين شديد عشان الحرب الاهليه تقوم، الا وهم ثاني حرج عليهم رواد الاعمال اثنين او الاثنيك انتربرنور، اللي هو ديل الناس اللي بيعتمدوا في خطاباتهم كلها على انه يفصلوا الناس، انه ده سالب وده موجب، ده ابيض واسود، ده معانا وده معانا. الناس زي ديل هم اللي بيبدوا اصلا كل الموضوع ده، ومجرد ما هم يبدوا ويزيدوا والاتباع بتاعهم كان انا بيحصل كالاتي. يعني مثلا خلينا اديكم مثال، لامين مثلا يكون في مشكله اقتصاديه، في ناس حيكونوا اثرياء وفي ناس حيكونوا فقراء. الفقراء ده حيكون شايف الاثرياء دي انهم هم اثروا على تعبهم هم، بالتالي الزول ده حيجي يدغدغ مشاعرهم انه والله يا اخي ديل ناس هم سرقوا عيشنا، ديل ناس شالوا حقنا، فبالتالي احنا المفروض نقوم ضدهم، المفروض نهجم ضدهم. هاي المفروض تحصل، لانه مجرد الناس ديل ما يطلعوا وتزيد الناس اللي معاهم، ديل هم الناس اللي بيقوموا الحرب الاهليه. المؤلفه بعدها كتبت عن انه كيف ممكن توقف الحرب الاهليه. مشكله انك كيف توقف الحرب الاهليه، كتبت عنها دي انها هي بتتكلم عن امريكا، والكتاب كله بيتكلم يعني كله في نهايه كل شابتر بتلقي الضوء على الواقع الامريكي اللي حصل فيه شنو. فبالتالي معظم الحاجات اللي هي كتبتها هنا ما بتصلح في السودان او عموما في الدول الناميه. لكن خليني اقول لكم حاجات من عندي انا. اول حاجه خطاب الكراهيه، دي حاجه انا حاسس انه عامل زي ناس الاخبار اللي يقول لك نوقف خطاب الكراهيه. لكن خلينا اول حاجه نعرف انه احنا قبائل مختلفه في السودان، يعني انا شايقي، في زول ثاني جعلي، في زول فلاتي، في زول من الشرق، في زول بني عامري، في زول كده. اصلا القبائل دي ما مشكله ان الناس تعرف القبائل بتاعتها، لكن المشكله في ان الناس تحس ان القبائل دي افضل من قبيله ثانيه، انه الشايقي افضل من الجنوبي، او البني عامري افضل من النوباوي، او النوباوي افضل من شايقي، وهكذا. دي المشكله هنا. ومجرد الناس ما تبدا تشوف الحياه دي انه والله يا اخي انتوا كده ونحن كده وانتوا كده، تبدا الحرب الاهليه. الحاجه الثانيه الاقتصاد، والاقتصاد ده مشكله كبيره شيء، المشكله ما نقدر نحلها نحن الا تحل الحكومه، او يعني غالبا لا تحل الحكومه، لانه الفئه الحاكمه كانت من الشمال. وخلينا دي حاجه يعني نقول اللي هو ناس عمر البشير وتابعه ورهطه وديت كانوا من الشمال معظمهم، تمام. رغم انهم ما وظفوا الجروجي في انماء الشمال ذاته، تمام، يعني الناس اللي مشت الشمال ذاته ما حد لقاه الحاجه الواو الرهيبه دي. انا سافرتها يعني كميه من المدن، فما حتشوف الحاجه الواو والرهابه والكلام الكثير ده. لكن في نفس الوقت معظم الناس بتكون شايفه انه الرهط الشمالي ده اللي هو عمر البشير واتباعهم هم الناس اللي اكلوا القروش تحت البلد، صح كلامهم، هم فعلا الناس اللي اكلوا القروش دي. لكن في نفس الوقت الناس محتاجه تعرف ان القروش دي ما مشي لتنميه البلد، مشي لجيوب ناس. اللي قدام المفروض القروش دي تمشي للتنميه، لكل قطاعات، لكل الناس، ما لانه ده فلان وده فلان وده فلان. النقطه الثانيه، انا كاحمد اذا يوم بقيت رئيس جمهوريه لا قدر الله، تقريبا واحده من الحاجات الاساسيه ممكن يزول يعملها انه يوقف السوشيال ميديا عموما، او حتى لو ما وقفها يقدر يخلي نسبته يعني 30 دقيقه بس في اليوم بالنسبه للناس عشان التواصل في السوشيال. لانه حقيقة كل ما الزول مشى لقى انه مضار السوشيال ميديا قد تكون اكبر كبير من نفعها. لانه اذا السوشيال ميديا هي بتفيدك في حياتك، يعني خلينا ناخذ مثلا السودان، السوشيال ميديا فادتنا في حياتنا، في تعليمنا، في قرايتنا، في تواصلنا مع الناس، في حتى حسي وقت الحرب تواصلنا مع الناس وهكذا. لكن هي اصلا سبب الحرب دي، يعني لو ما السوشيال ميديا دي انا ما دار اقول انه ما كان بيكون في حرب، لكن كان قيام الحرب دي نسبته اقل شديد من الحاصل حسي ده. دي واحدة من الحياة اللي احنا محتاجين ناخد لها بالنا برضو. انا واحد من الناس اللي ما قاعد بحب الافكار الامريكية عموما او الافكار الغربية عموما، يعني الفكرة بتاعت الديمقراطية مثلا انا ما حاسس انه
الديمقراطية دي هي أفضل طريقة نحكم بها روحنا، ولا حاسس إنه الدكتاتورية هي أفضل حاجة. أنا حاسس إن إحنا المفروض نقعد نحن مع روحنا ونشوف إحنا الحياة إحنا دايرينها شنو كسودانيين، تمام؟ بغض النظر عن النظام ده يطلع شنو، يطلع نظام قبلي فيدرالي، مهم بغض النظر عن يطلع أي نظام، المهم في النهاية ده نظام حقنا إحنا اللي هو شكلناه عن إحنا، لأنه النظام الديمقراطي ده من أمريكا جابته، ما جابته من إنه هي في مكان تاني، قاعد بيزك للآباء المؤسسين مع بعض وقال احنا هنعمل كده 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 بيز على الاحتياج بتاع الدولة كده 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 كده. النظام الفيدرالي هم جابوه لأنهم عندهم الدولة كبيرة شديد، فبالتالي ما بيقدروا يحكموها كلها، وفي نفس الوقت دايرين يتأكدوا انه الزول الحاكم ده ما هو حيكون ديكتاتور، ما حيبقى ديكتاتور في المستقبل، فبالتالي جابوا الحكم الفيدرالي. فدي كلها أفكار، وأنا متأكد إنه عندنا ناس بيفكروا نفس الحاجة دي. وحاجة مهمة تانية برضو إنه خلينا نفكر قبل الموضوع بتاع الديمقراطية، نحن ذاتنا كسودانيين ما عندنا إيث حقنا، نحن ذاتنا عندنا قبائل وعندنا طرق كثيرة بتاعت حكم نحن كنا عايشين بها وكانت معيشانا في أمان تاني الله، فليه ما نرجع نشوف الحياة دي كان شكلها عامل كيف. فبس الحياة دي أنا داري أقول لأنه أنا ما من الناس اللي بيحبذوا عموما الأفكار الأوروبية أو الأفكار الغربية عموما، إنه دي الأفكار المناسبة بالنسبة لنا. طبعا النقطة في الموضوع انه الزول بيقول اللي هو انا انه الافكار الاوروبية وانت فاهم انه هو عايش في دولة اوروبية حسي، لكن حيقدر يقول انه الافكار الاوروبية هي ظابطة مع الاوروبيين معاهم، يعني امور ماشية تانية، يعني اذا جيت الدولة دي زي العسل لانه ممشينها بالحي اللي هم دايرينها، وبالتالي خلينا نشوف احنا الحي اللي احنا دايرينها عشان لانه واضح شيء لما الناس يورونا ان هم دايرين شنو في بلدنا ما قاعد يمشي زي الناس. وبس كده الكتاب How to Start a Civil War and How to Stop It كان كتاب صراحة ممتع شديد رغم انه كان كثير فيه كمية من المعلومات، لكن اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وان شاء الله لقدام تكون في مراجعات زي دي اكتر ومعلومات اكتر ان شاء الله. مع السلامة، تشاو.